يقول: هناك كثير من المسلمين ينطقون بالتوحيد، بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكنهم يفسرونها بتوحيد الربوبية. هذا باطل. ليس معناها لا إله إلا الله لا يقدر على الخلق والرزق واللحية والإماتة إلا الله، هذا يعرفونها المشركون، يعرفون هذا، ولكن المراد لا إله إلا الله لا معبود بحق. الإله هو المعبود، في فرق بين الإله والرب. الإله هو المعبود من الألوهية وهي العبادة والمحبة. نعم.